السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنقدم لكم فيه واحد الحلوة اللي سهلة بزاف واقتصادية وكتخرج لينا بزاف تاع الحلاوي بزاف تاع الشكيلات. ممكن نديرو بها 4 5 6 شكال حسب الرغبة تاعتنا. لهذا الحلوى غنحتاجو لاباط تاعتها، غنحتاجو لاباز، غنحتاجو 6 البيضات، كيلو تاع السنيدة، اطرو تاع الزيت، جوج خميرات تو 15 غرام 15 غرام، 15 غرام 15 غرام، يعني 30 غرام بهم بجوج، قبسة تاع فام ساشية تاع فاني، و 250 غرام تاع الزبدة. نخلطوا هاد المقادير ونتلاقاو. بالنسبة للتزيين، قبل ما نخلطوا المقادير، بالنسبة للتزيين انا غنبدا كنزين بشوي بشوي على حسب الشكيلات اللي غنبغي. غنوريكم من بعد ما نخلط العجينة، نوريكم كيفاش. دابا غنخلطوا الزبدة تاعتنا اللي كيما شفتوا خليتها في لا تمبيراتور تاع الحرارة تاع الغرفة، هيا وغنخلط معاها السكر. كنخدمو مزيان حتى كيدوب داك السكر بحال هكايا. حتى كندوبو مزيان الزبدة بحال هكا كيما كتشوفو، كتولي عندنا العجينة كيمين بحال بومادة، كيمين بوماد بحال هكا. كنبداو نزيدو الزيت ونخلطو مزيان، كنخلطو مزيان الزيت، كنخلطو كما كتشوفوا. زيدوا الدقيق، نقول لكم شحال تاع الدقيق كنحتاجوا ليه. دابا انا غنزيد كيلو، نحتاج تقريبا اكثر من 2 كيلو، اكيد غنحتاج اكثر من 2 كيلو. الكيلو الاول، الكيلو الثاني، وغنخلط معاهم الخميره تاعتي بحال هكا. والفيني تاعتي فانيلا، ساشي تاع فانيلا، كنخلطهم بحال هكا مع الدقيق. بعدا عاد كنخلط كلشي. كيما كتشوفوا العجينه تاعتي هيايا كتجي شويه مفرتته. انا غنبدا كنخليها، نخلي على جنب وغنبدا كنعجن بشوي بشوي على حسب الشكيلات اللي غنجمع. باش تجمع ليا مزيان غنحتاج نزيدها واحد شويه الماء كما كتشوفوا بحال هكا باش تجمع ليا. ما تخافوش غتجي هشيشه، واخا زدتها الماء غتجي هشيشه كما كتشوفوا. هنا غنزيدها الماء ونجمع الماء على قياس، لا حسب نتوما. طب ها هي كما كتشوفوا جمعتها مزيان. غنبدا نخدم بها دي، وهادي غنغطيها بفيلم اليمونتيغ وغنخليها. هادي كيفاش غنشكلها؟ غنبدا كنصوب حلوة تاع نواة كوكو، ندير غريبات بحال هكا ونصوب حلوة تاع نواة كوكو. بحال هكا غنصوب الغريبات وندير هاد الحلوة هي اللي غنديرها بالكوفيتير والكوك. غنسالي هاد الشكل ونعاودو نتلاقاو في شكل تاني. هاني من بعد ما ساليت غندخلها الطيب وغندوز للشكل التاني. الشكل التاني غنحتاج ليه الكاكاو، غنخلط هاد الكاكاو مع العجينة وغنزيد واحد شويش الماء وغنخلطها بحال هكا. ما تخافوش اون فيت، زيدوا الماء ما تخافوا والو، غير جمع لينا العجينة. وبما ان العجينة عندنا باقي بزاف، ممكن كاع اذا كثرنا الماء نعاودو نزيدو العجينة، ما نخافوا والو. غنخلطها ونعاودو نتلاقاو نوريكم كيفاش نشكلوها. بالنسبه لهذا الكاكاو، فات الى كان الكاكاو حلو غنديروا منه بزاف، لانه ما كيعطيناش اللون توت سويت. ولا كان هذاك الكاكاو المر غنديروا منه غير واحد شويه، لانه مجهد
اولا، وثانيا لانه كيعطينا لا كولور تو سويت، دونك ما غنحتاجوش نديرو بزاف. انا هنا هزيت واحد الكميه ودرت تقريبا شي 3 معالق تاع الكاكاو، غنخلطهم ونوريو نتلاقاو. كما كتشوفوا احنا نصوبوا الشكل الاول. هاني ساليت الشوكولات، درت جوج عجينات بحال هكا، عجينه بيضاء وعجينه بحال هكا. الشكل الاول هو هذا، ها كما كتشوفوا غنصوبو بحال هكا، وغنبدا غنصوب بحالو بحال هكا. كنطلقوا العجينه، نزيدوا هاد الدقيق. ملي كتكونوا كتخلطوا العجينه ما تخافوش، ممكن تزيدوا الماء، الا كثرتوا الماء ممكن تزيدوا الدقيق، ماشي مشكله. ما داك الماء ما كيقصح ما والو، كتجي شي شرطبه كتذوب في الفرن. انا غندير بحال هكا، نسالي هاد الشكل، نصوب بحال هكا هاد الشكل. غنلصقوا بالشوكولاته هاد الشكل، نتوما ممكن تلصقوه بالكوفيتير، ممكن تلصقوه الكراميل، ممكن تلصقوا باش ما عجبكم. كما قلت لكم بالنسبه للتزيين كل واحد والشكل والذوق تاعو. انا درت لكم غير اقتراحات، وانتم يا ديروا انتم يا اللي عجبكم. غنسالي هذا الشكل كما قلت لكم، وندوزوا للشكل الثالث. الشكل الثاني تاع الشوكولات هو هذا. غنشدوا واحد جوج خبيزات بحال هكا، غنديروا جوج خبيزات، وحده بيضاء وحده كحله، وغنحطوا وحده فوق وحده وغنروليوهم. انا نوريكم الشكل. دابا درنا خبزه فوق خبزه، البيضه فوق الكحله ولا انفيرس. اي كنبداو كنريلوهم بحال هكا، غنديروا ان بودا. كنقادو بحال هكا، كنحاولوا اننا نقادو مزيان. وغنديرو في الكونجيل واحد 5 دقائق، ابخي نعاودو نطلقو باش نقطعو. بحال دابا الا قطعتو ما غيتقطعش ليا مزيان، بحال كما كتشوفوا بحال هكا، الا قطعتو ما غيتقطعش ليا مزيان، غتعجل ليا العجينه. غنديرو دابا في الكونجيل ونعاودو نطلقو باش نقطعو مزيان. غنبداو مني خرجتها من الكونجيل، ها هي غنقطعها ونحطها بحال هكا. كتجي ساهله في التقطاع مني كتخرج من الكونجيل. انا درت وحده بيضاء وحده نوريكم في ما تشوف الشكل تاعها كي داير. هو هذا، مره درت الخارج هو الشوكولات ولانفيرس. ممكن تقطعوا بحال هكا، ممكن تقطعوا بحال هكا على شكل لوزونج بحال هكا. نكمل في التقطاع ونوريكم الشكل الثاني هكا. هذا الشكل بالنسبه لهذا الشكل سدي دالبوش كشني بحال هكا. كنشدو العجينه وكنحربلوه بحال هكا، ديبتي بودا بحال هكا. نعاود لكم الطريقه بحال هكا. بحال هكا كنلصقو مزيان، كنديرهم على شكل وريقات كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وكنزوقهم بالسكين بحال هكا، كنحاولوا نخالفوا بحال هكا. شتوا كي جات شكل تاع وريقه. نعاود معكم الطريقه. ها هما ما ملاصقينش مزيان، غنحاول نلصقهم، نحاول نقاد مزيان ونصوب الوريقه تاعتي بحال هكا. نعاود الشكل، بحال هكا مزيان كنحاول نقادها. الا ما لصقناهمش مزيان كيتحلوا في الفران، خاصنا نحاولوا نضغطوا عليه مزيان باش يلصقوا. كما كتشوفوا الوريقه تاعتي هي هذه. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل الاخير. غنتلاقاو باش نقدموا هذا الشكل.